السلام عليكم. انفجار غامض وهائل ضرب إيران فجر هذا اليوم، وهذا الانفجار الذي جاء بهذا الشكل الذي ترونه هو جاء في محافظة بوشهر الإيرانية، وتحديدا في مدينة عسلوية في إحدى الموانئ لهذه المدينة على الخليج العربي. هو جاء بهذه الطريقة، أدى إلى عملية إحراق 7 سفن. من هذه السفن الشحن، واحدة من السفن احترقت، وبعدها الرياح ساعدت في احتراق السفن الأخرى. كانت هنالك تصريح من محافظ مدينة عسلوية، هو صرح بصريح العبارة بأن الخسائر وصلت إلى 50 مليار تومان إيراني، وبأن هذا الحريق احتاجت فرق الإطفاء 4 ساعات كاملة من أجل عملية إخماد هذا الحريق الذي ترونه أمامكم. وبالتالي هذا الحريق استمر، واستمرت أسبابه بأنها غامضة ولم تفسر، مثلها مثل كثير من الانفجارات التي تحدث في الداخل الإيراني. المثير بأن هذا الانفجار هو جاء بعد يوم واحد، بل بعد ساعات قليلة من هجوم إلكتروني، هجوم سبراني ضرب وفاجأ هذا السجن الذي ترونه أمامكم، ألا وهو قزل حصار. وهذا السجن هو موجود إلى غرب العاصمة الإيرانية طهران، وتحديدا في مدينة كرج، واحد من أكبر السجون الإيرانية، تتواجد فيه شخصيات سياسية معارضة للنظام الإيراني. وهذا طبعا الهجوم، إذا ما ألقينا نظرة على طبيعة ما جرى من هذا الهجوم الإلكتروني سنلاحظ بأنه جاء بهذه الطريقة. طبعا وثقت هذا الموضوع وهذا الاختراق هي البي بي سي نيوز الفارسية بهذا الشكل. كما نلاحظ تم اختراق هذه الأجهزة التي هي معكوسة بهذه الشاشات، وبالتالي بعد ذلك تم الإعلان من قبل القراصنة عن أنفسهم بأننا اخترقنا المنظومة الإلكترونية للسجن يا أيها الإيرانيون. وبالتالي الأمور اختلفت وظهرت بهذا الشكل، وهذه تعتبر هي المرحلة الأخيرة بالنسبة للقراصنة عندما يقومون بالإعلان عن نفسهم بعد الحصول على العديد من الوثائق المتعلقة في هذا السجن. وإذا ما دخلنا في عدد من الصور وحاولنا أن نركز على عدد من التفاصيل من هذا الفيديو لكي نقارنه ونعرف ما الذي يجري، لأنه مترابط مع العديد من الأحداث. كما نلاحظ هذه اللقطة التي تلاحظونها، الصور التي تأتي بهذا الشكل بهذا التصميم للقراصنة عند الإعلان عن نفسهم هي تشبه تماما الصور التي جاءت عندما تم اختراق سجن إيفن العام الماضي. وهذا السجن أيضا واحد من السجون المهمة في الداخل الإيراني، وهذا السجن يقع شمال غرب العاصمة الإيرانية طهران. كما نلاحظ بأن المنشور الذي جاء بإعلان القراصنة عن أنفسهم إذا ما اقتربنا قليلا متشابه تماما، ولكن هنالك فرق بسيط بأن هنالك صورة تظهر الآن كما نلاحظ هنا لهذا الشخص الذي هو يرتدي القناع بهذه الطريقة. وهذا الشخص الآن أصبح معروفا في الداخل الإيراني مؤخرا، قبل 5 أيام تقريبا أو 4 من هذا الهجوم الذي نراه الآن، لأنه ظهر بهذا الشكل مع مجموعة آخرين عندما قاموا باختراق إحدى أهم منصات البث التلفزيونية للتلفزيونات والقنوات الرسمية الإيرانية. وبالتالي هذه الصورة هي مطابقة تماما إلى هذه الصورة، وهذه المجموعة هي أعلنت عن نفسها بصريح العبارة بأنها مجموعة عدالة علي، هي التي اخترقت سجن إيفن، وهي التي اخترقت منصة البث، وهي التي اخترقت السجن الذي نتحدث عنه الآن. والمثير بأن هذه المجموعة أرسلت الوثائق التي تحصلت عليها من الاختراق الذي طال هذا السجن الذي نتحدث عنه في مدينة كرج إلى بي بي سي نيوز الفارسية. وهذا ما قالته البي بي سي الفارسية: أرسلت الجماعة المعارضة وثائقا إلى بي بي سي الفارسية تتعلق باحتجاجات نوفمبر لعام 1998، ومن بين الوثائق قائمة تضم أكثر من 1600 شخص قيل أنهم متهمون بالمشاركة في تلك الاحتجاجات. المثير أيضا وما يثير الاهتمام بأن هذا الاختراق الإلكتروني هو جاء بعد يوم واحد فقط من تقرير آخر أيضا للبي بي سي الفارسية بهذه الطريقة. يتحدث هذا التقرير عن تغلغل كبير لجهاز الموساد الإسرائيلي على أعلى المستويات في الداخل الإيراني، وثبتت البي بي سي تصريحات لعدد من الشخصيات المهمة في الداخل الإيراني. وهنا نتحدث عن هذا الرجل وهو محمود علوي، وهو وزير المخابرات الإيراني منذ عام 2013 حتى هذه اللحظة. رجل تحدث عن العديد من الأمور التي كانت هي مرتبطة بالموساد الإسرائيلي من عمليات تمت في الداخل الإيراني. واحدة من أهم الأمور التي تحدث عنها والتي نقلتها طبعا البي بي سي نيوز الفارسية هي متعلقة بهذا العالم النووي الكبير محسن فخري زادة، عندما تم اغتياله طبعا في عام
ونهاية عام 2020 من قبل الموساد الإسرائيلي بهذه الطريقة وبهذا المكان. وهنا المثير في الموضوع بأن محمود علوي وزير المخابرات الإيراني أكد كما ثبتت البي بي سي بأنهم هم كانوا على علم بهذه العملية قبل شهرين، وأبلغوا جميع السلطات بأنه ستكون هنالك محاولة اغتيال لمحسن فخري زادة متوقعة في هذا الطريق تحديدا، ولكن أكد بأنه لم يكن هنالك بيدهم شيئا للقيام به بسبب مشكلة تتعلق في الأجهزة الأمنية الإيرانية، وهذا ما ثبتته البي بي سي من هذا الموضوع. علوي: إن الشخص الذي خطط لعملية القتل كان من أفراد القوات المسلحة، لا نستطيع تنفيذ عمليات استخباراتية ضد القوات المسلحة. بل إنه أيضا لمح إلى البي بي سي بأن أحد الأفراد والجاني والمسؤول عن هذه العملية التي نتحدث عنها لاغتيال محسن فخري زادة هو أحد أفراد الحرس الثوري الإيراني. كذلك أخذت البي بي سي تصريحات لهذا الرجل الذي ترونه أمامكم، وهو علي يونسي، وهو أيضا كان مديرا للمخابرات الإيرانية منذ عام 1999 وحتى 2005. هذا الرجل كانت له تصريحات بأن الجميع في خطر في الداخل الإيراني لأن تغلغل الموساد كبير للغاية، وهذا ما ثبتته البي بي سي من هذا الموضوع من تصريحات يونسي. نفوذ الموساد في أجزاء كثيرة من البلاد كبير لدرجة أن كل عضو في القيادة الإيرانية يجب أن يشعر بالقلق على حياته وسلامته. وعلى الرغم من هذا التغلغل وهذه الحرائق وهذه الاختراقات الإلكترونية التي تحدثنا عنها، التي في بعض الأحيان تبدو وكأن هنالك جماعات معارضة تقوم بها، وفي بعض الأحيان أيضا تبدو وكأن الموساد هو الذي يقف خلفها، هذه القضايا حتى هذه اللحظة لا تبدو هي مؤثرة على طبيعة النظام الإيراني وما يبحث عنه من تحقيقه في مفاوضات فيينا، خاصة وأن اليوم الفاينانشال تايمز الأمريكية أكدت من صباح هذا اليوم بأن إسرائيل لا تمتلك الكثير من الخيارات للتأثير على طبيعة المفاوضات النووية، خاصة وأن إسرائيل هي لا تبحث عن تغيير النظام الإيراني، بل هي تبحث على أن إيران لا تصل إلى القنبلة النووية ولا تصل إلى قدرات نووية ممكن أن تهددهم من وجهة نظرهم طبعا بشكل مباشر. وبالتالي الفاينانشال تايمز تجد بأن لن يكون هنالك تأثيرا للإسرائيليين كثيرا على نجاح المفاوضات النووية إذا ما وصلت إلى النجاح. وهذه القضية أيضا يجب أن ننتبه بأن الرئيس الإيراني إبراهيم رئيسي كان يوم أمس في لقاء مهم مع وزير خارجية فنلندا أكد من خلال تصريحاته بقوة كبيرة بأن الاقتصاد الإيراني ليس مرهونا بنجاح أو فشل المفاوضات النووية. يعني باختصار شديد جدا نحن لسنا في موقف ننتظر ما الذي سيجري في هذه المفاوضات، نحن مستمرون بما نمتلكه من قدرات وسنستمر مهما كانت هذه النتائج. والرجل لا يتحدث من فراغ أبدا، بل إنه يمتلك أرقاما تساند ما يتحدث به. التريدينج إيكونوميكس على سبيل المثال هي ثبتت إحصائيات مثيرة متعلقة في التضخم الموجود في إيران مع تساهل إدارة الرئيس الأمريكي جو بايدن من الصادرات النفطية الإيرانية بشكل مباشر، والصادرات التي تعتبر هي تهريبا بسبب أن إيران معاقبة. كما نلاحظ هنا في التريدينج إيكونوميكس بأن التضخم إذا ما لاحظنا في الشهر الرابع من عام 2021 العام الماضي كان بهذه المستويات، يتراوح على مستوى 48.7 أو 46.9 يتراوح بهذه المستويات، ولكن مع تساهل إدارة الرئيس الأمريكي جو بايدن فإن التضخم انخفض إلى هذه النقطة، إلى وهي وصولنا إلى الشهر الأول الشهر الماضي من عام 2022 بنسبة 35.9. وبالتالي هناك الكثير من المؤشرات الأخرى التي تساند هذا الكلام، وبالتالي إبراهيم رئيسي لا يتحدث من فراغ أبدا، بل إنهم أيضا الإيرانيون مستمرون في عملية حتى هذه اللحظة إرسال الأسلحة إلى فصائلهم المسلحة الموجودة في المنطقة على كل المستويات. وأكبر دليل على هذا الأمر بأن قبل 3 أيام الفلايت رادار 24 ثبتت بأن كانت هنالك طائرة كما تلاحظونها، هي طائرة من خطوط فارس قشم التابعة للحرس الثوري الإيراني، وهي تحلق بهذا الشكل من العاصمة الإيرانية طهران فوق الأجواء العراقية مباشرة إلى مطار دمشق الدولي. وهذه الطائرات هي طائرات شحن، يعتقد بأنها تشحن الأسلحة بشكل مباشر، وهي التي تدفع إسرائيل دائما لمراقبة هذه الطائرات عندما تتحرك وتصل إلى مطار دمشق. هذه الطائرة وصلت إلى مطار دمشق، بقيت لمدة 4 ساعات، وبعد ذلك غادرت وعادت إلى العاصمة الإيرانية طهران. وتسجيل هذه الطائرة لكي نتأكد منها هو يأتي بهذا الشكل، قشم فارس إير كما نلاحظ، ألا وهي خطوط فارس قشم كما تحدثنا
بوينغ 747، وهذا هو الريجستريشن نمبر، أي رقم التسجيل الخاص بهذه الطائرة EPFAA. وبالتالي هذه القضية طبعا أيضا لنلاحظ بأنها في الخامس من هذا الشهر قبل 3 أيام كما تحدثنا الآن. على هذا الأساس هنالك أيضا صور نشرت لهذه الطائرة، طائرات قشم، صور انتشرت في كل مكان على وسائل التواصل الاجتماعي، وحتى أخذتها العديد من المصادر لهذه الطائرة قشم كما نلاحظ فارس، وأيضا بوينغ 747، وهذه الطائرة هي موجودة بحسب المصدر في مطار دمشق الدولي كما تلاحظون هنا. هنالك العديد من الصور لها بهذه الطريقة التي يعتقد بأنها كانت تحمل الأسلحة، وحتى بحسب المصدر الذي نشر هذه الصور أكد بأنها تحمل أيضا دفاعات جوية تنقلها إلى فصائلها عبر مطار دمشق الدولي، وأن هنالك 13 طائرة هي وصلت إلى مطار دمشق الدولي الشهر الماضي. ولكن من خلال هذه الصورة قد تعطينا نوعا من الإحداثيات، أين تقف طائرات الشحن الإيرانية تحديدا قشم في مطار دمشق الدولي؟ إذا ما ألقينا نظرة على هذه الصورة فسنلاحظ هنالك عدد من العلامات المهمة، الأولى بأن هنالك شجرة بهذا الاتجاه، وكذلك يجب أن ننتبه بأن هنا مبنى هو يأتي مجاورا إلى هذه الشجرة التي نتحدث عنها، كذلك هنالك شجرة أخرى تأتي بهذا الاتجاه تقريبا، وهذه الشجرة يأتي مبنى آخر يبدو كبيرا هو يأتي خلفها طبعا بالنسبة لهذه الشجرة، وكذلك يجب أن ننتبه بأن هذه الطائرة هي موجودة في ساحة للتوقف بالنسبة طبعا للطائرات، وكذلك هنالك نقطة كما نلاحظ وكأنها عشبية أو ترابية متوقفة بهذا الاتجاه، أي أن هنالك فاصلا بين الساحة التي تقف بها وأيضا الساحة الأخرى التي هي تعتبر أيضا على ما يبدو بأنها موقفا آخرا للطائرات طبعا، وهنالك أيضا ساحة كما نلاحظ فارغة بالنسبة أو مساحة خالية موجودة بهذا الاتجاه. دعونا نذهب إلى القمر الصناعي لكي نقارن هذه التفاصيل التي تحدثنا عنها. هذا هو مطار دمشق الدولي، دعونا نقترب من هذه النقطة بهذا الاتجاه، هنالك موقفين أو ثلاثة موجودة بهذا الاتجاه، إذا ما توجهنا إلى هذه النقطة تحديدا سنلاحظ بأننا تقريبا أمام نفس العلامات. هنا هذا هو الموقف العشبي الذي شاهدناه بهذه الطريقة، وهذه هي الساحة التي تحدثنا عنها، وهذه هي الساحة الثانية، وهنا مباني. وبالتالي إذا أخذنا الصورة باتجاه آخر إلى اليمين قليلا لكي نطابقها مع الصورة التي وجدناها لكي نعرف أين تقف هذه الطائرات تقريبا، سنلاحظ الآتي بأننا أمام هذه الشجرة التي تلاحظونها أمامكم، هذا هو المبنى الكبير الذي تحدثنا عنه، بهذا الاتجاه تقريبا تأتي الشجرة الثانية، وهذا المبنى هو الذي يأتي خلف هذه الشجرة، وهذه هي الساحة، وهذه هي النقطة الفاصلة بين الساحتين التي تحدثنا عنها، وبالتالي الطائرة تقف هنا، وهذا يوضح بأن طائرات قشم هي تقف بهذه المنطقة إلى تحميل الشحنات التي تمتلكها، والتي يعتقد مرة ثانية بأنها تحمل الصواريخ أو غيرها من الأسلحة والعتاد إلى الفصائل المسلحة الخاصة بها، وبالتالي أن عمليات التوقف لطائرات قشم للشحن هي تأتي بهذه النقطة تقريبا. إذن هنالك ضغط كبير جدا مستمر وتحدي كبير بين إيران وبين الولايات المتحدة الأمريكية وبين إسرائيل، هو متصاعد، وكل هذا يأتي متزامنا مع بداية مهمة جدا وعودة للمفاوضات النووية التي يعتقد بأن جولة اليوم هي جولة حاسمة للغاية.